معاه التليفون دلوقتي الاستاذ اسامه داعبس الناقد الرياضي. يا استاذ اسامه مشرفني منورني. ده نورك يا استاذ احمد، ازي حضرتك وبمسك عليك وعلى مشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك، رايك النهارده في قمه السله ما بين نادي الزمالك والاهلي؟ خليني بس اقول طبعا هو فوز مهم، خصوصا ان بعد فتره غياب طويله عن تحقيق الانتصار على المنافس التقليدي النادي الاهلي. لكن هو الفوز النهارده يعني احنا لسه فريق ثالث، الزمالك ما عملش حاجه. دي مجرد مباراه في المرحله الترتيبيه للدوري، في الجوله التاسعه من الدور الترتيبي من الاول للثامن في الدوري. بعد كده المهم اللي هيجي المرحله اللي جايه اللي هي مرحله البلاي اوف. خلينا بس قبل ما نتكلم في المباراه نفسها نطمن كل الجماهير المصريه على اصابه نواف ياسر اللي الكابتن وائل بدر خرجه اثناء سير المباراه في اوقات مهمه. ورغم احتياجه ورغم ان دكتور الفريق اثناء المباراه اكد ان هي كدمه خفيفه في الركبه، لكن الجهاز الفني فضل اراحته للاطمئنان عليه اكتر. هي اصابه ان شاء الله بسيطه جدا، ممكن يلحق المباراه اللي جايه عادي جدا ان شاء الله باذن الله. فهي اصابه بسيطه وهيعمل اشعه بكره للتاكد من مدى الاصابه، وهي كل المؤشرات الاوليه انها اصابه خفيفه وكدمه خفيفه في الركبه. كويس، هو عشان برضه الاصابه ما تتفاقمش، عشان خاطر برضه هو كان عنده رباط صليبي وراجع من رباط صليبي. كل قلق الزمالك وجماهير الزمالك خصوصا وجماهير كره السله المصريه كان على اساس ان مهاب كان عامل رباط صليبي قبل كده، وبعد كده برضه بعد ما رجع منه عمل جاله اصابه ثانيه، فكان كل القلق فيها والخوف كله فيها، خصوصا هو ماسك ركبته وهو خارج من المباراه. فان شاء الله اصابه بسيطه ان شاء الله. بعيد عن المحترف ديماركو النهارده اللي هو قدم اداء جيد جدا جدا وكان سبب رئيسي في تحقيق الفوز. بالمناسبه هو سجل 48 نقطه، تقريبا اكثر من ثلث نقاط الزمالك، يعني اكثر من ثلث اصابات نقاط الزمالك. النهارده في اكثر من لاعب كان لهم دور مؤثر ودور كبير في الفوز مباراه اليوم، على راسهم خالد عبد الناصر اللي بدا يرجع جزء كبير من مستواه. خالد عبد الناصر لعيب دولي، لعيب منتخب مصر. كل الاجهزه الفنيه المتعاقبه على منتخب مصر خلال الفتره الاخيره كانوا بيضموا خالد عبد الناصر. خالد عبد الناصر لعيب مهم جدا، النهارده استعاد جزء كبير جدا 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 من مستواه وكان له دور كبير جدا في الفوز النهارده. واتمنى ان خالد يفضل على هذا المستوى، هيفرق كتير جدا مع الزمالك ومع المنتخب المصري. كمان معاذ ايمن عمل مباراه هايله النهارده، وكمان احمد ياسر عبد الوهاب. في اكتر من لاعب، ميزه فريق الزمالك السيزون ده انه عنده اكتر من لاعب صغير في السن. ودي السياسه اللي بينتهجها مجلس اداره نادي الزمالك في الفتره الاخيره، يعني بناء الفرق الفريق وفي نفس التوقيت بناء فرق القطاعات الناشئين من تحت، سواء بقى في الباسكت او الفولي او الهاندبول. ده شفناه في الهاندبول اكتر من صفقه تحت السن، وكمان في الباسكت اكتر من صفقه تحت السن، وان شاء الله فريق 20 سنه كمان عامل نتائج هايله جدا في الدوري في بطوله الجمهوريه. وهيبقى في اكتر من لاعب هيشارك مع الفريق الاول خلال الفتره اللي جايه. الزمالك دلوقتي لسه في المركز الثالث في الدور الترتيبي، هو الاستراع على المراكز الثلاثه اهلي اتحاد زمالك. فوز الزمالك النهارده يطلعه شويه في الترتيب، يدخل تاني النهارده. الزمالك كمان لو فاز على الاتحاد المباراه المواجهه اللي بينه وبينه، والاتحاد قدر يعمل نتيجه ايجابيه على الاهلي في المواجهه اللي بينهم، وده امر وارد في كره السله، ممكن تلاقي الزمالك اول المرحله دي، فبالتالي بيبعد عن الاهلي والاتحاد في السيمي فاينل. احنا عارفين في الترتيب ده، بعد كده الدور اللي جاي الاول بيلعب الثامن، والثاني بيلعب السابع، والثالث بيلعب السادس، والرابع بيلعب الخامس، وهكذا. فعاده الاول بيقابل الثالث في السيمي فاينل. فكل جمهور الزمالك او كل خطط الجهاز الفني ان هو ما يقابلش مواجهه كبيره جدا، رغم ان برضه خلي بال حضرتك الفوارق في كره السله المصريه بسيطه جدا. صحيح، شفنا الزمالك كسب الماتش اللي فات سبورتنج انا اسف سموحه بفارق قليل جدا من النقاط، والاهلي كمان كسب هليوبلس بفارق قليل جدا من النقاط. حتى الجوله بتاع النهارده الفوز قليل جدا بغض النظر، او النتيجه اللي كانت كبيره قوي هي فوز الزمالك على الاهلي 110-99. فالفوارق قليله، وممكن المستوى الفرقه دي كلها يتغير في مرحله البلاي اوف. كل التحيه للكابتن طارق سعيد رئيس جهاز كره السله ومجلس اداره نادي الزمالك على كيفيه اختيار وانتقاء اللاعب الاجنبي، خصوصا ان هو جاي في مرحله متاخره من الدوري. كل معظم اللعيبه متسكنه في فريقها، ومعظم اللعيبه اللي هي
مستواها مميز بتبقى متعاقدة مع أندية أو سواء في مصر أو خارج مصر. إنما كان في عين ثاقبة في اختيار دي ماكرون اللي كان له دور كبير النهاردة، إن شاء الله برضه يكون له دور كبير في الفترة اللي جاية، فبالتالي يرجع مهاب إن شاء الله سليم، ويرجع اللعيبة تاخد الثقة تاني. هتلاقي الزمالك قدر يرجع تاني، خصوصا إنه أكبر يعني أكتر فريق فوز بكل بالبطولات المحلية سواء دوري أو كاس، كمان أول فريق فايز ببطولة إفريقيا. فبالتالي الزمالك في الفترة اللي جاية مستقبله كبير جدا، خصوصا مع جهاز فني بقيمة كابتن وائل بدر المدرب العام لمنتخب مصر، واللي كان له تجارب عديدة مع الفرق المصرية خلال الفترة اللي فاتت. إن شاء الله بإذن الله يعني يتخطى فكرة مجرد المنافسة أو الظهور بشكل مشرف، خصوصا إن الفريق بدأ أو يكاد يكون مكتمل الصفوف في أماكن معينة فيها نقص، ده بظروف إن الـ إن الـ إن ما كانش فيه تدعيمات بصورة قوية من اللعيبة المحلية، لسبب لأن أنا وجهة نظري إن كرة السلة المصرية في المواهب فقيرة جدا، وهتلاقي أكبر لعبة أو أكتر لعبة جماعية اللعيبة فيها كبار في السن، هتلاقي في عدد كبير جدا من اللعيبه في كل فرق المصريه هتلاقيها متخطيه ال 35 سنه كمان، مش هقولك 30 سنه. فبالتالي الاختيار من داخل مصر من اللعيبه المحليه بيبقى فيه صعوبه شويه، فعلشان كده بنقول التوفيق في اختيار المحترف بيبقى يكون له عامل اساسي وكبير جدا في تحقيق الفوز والانتصارات ومن ثم الفوز بالبطولات. وده الزمالك عينه كويسه جدا في المحترفين، بداية طبعا من ستوكلين، وبعد كده والتر هوج، وختاما بدي ماكرون. ان شاء الله باذن الله يكون له دور كبير في الفتره اللي جايه. كل التوفيق لفريق نادي الزمالك في كره السله. فوز النهارده فوز معنوي مهم جدا جدا، زي ما بقول لحضرتك لسه فريق الزمالك ما عملش حاجه، لا مجرد فوز في بس فوز مهم وليه معاني زي ما حضرتك شرحت كده، ولكن فوز مهم جدا. اللعيبه نفسها صغار السن بدات تاخد الثقه، حاجز الخوف او حاجز النفسي اللي كان موجود ان شاء الله بدا يزول النهارده، خصوصا ان الفرق وصل في بعض الاوقات من المباراه الى اكثر من 22 نقطه. صحيح. لكن الفرق اقل في الاخر لما فريق الزمالك ضمن الفوز، فبدا يلعبوا باريحيه شويه، بدا يبقى في سنه استعراض بسيطه، بدا الكابتن وائل يريح بعض اللعيبه، فبالتالي فرق النقاط قل. انما لو المباراه هتمشي زي ما هي ماشيه من الاول، الفريق كان ممكن يوصل ل 30 بونت في مباراه النهارده. يلا ان شاء الله باذن الله برضه تكون فال كويس قبل مباراه كاس مصر بيوم الجمعه ان شاء الله باذن الله، ويكون الفوز حليف الزمالك والبارك لجمال الزمالك بعدها يا رب. استاذ اسامه دعبس الناقد الرياضي الكبير، بشكرك شكرا جزيلا.